كواليس كتير هنعرفها من كابتن جهاد جريش الخبير التحكيمي. كابتن جهاد يا صباح الخيرات. رجائي صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدي. اهلا بحضرتك. ايه اللي بيحصل النهارده ده؟ يعني اقالات او استقالات، حتى كمان كلاتنبرج سابنا ومشي، ايه الموضوع؟ بص، هو تجربة كنا كلنا، أنا واحد من الناس كنت مؤيد ليها ومستبشر فيها خير عشان التحكيم المصري. كنت بتمنى طبعا للتوفيق، لأن في الآخر قلت إن التحكيم المصري بقى لنا 3 أو 4 سنين من سيء لأسوأ، وبالتالي كنا محتاجين حد يخرجنا من النفق المظلم اللي إحنا ماشيين فيه بالتحكيم المصري الـ4 سنين اللي فاتوا. وحضرتك كنت بتدعم الرجل يعني بقلبا وقالبا. انا مع التحكيم المصري، على فكره مش مع مارك، انا كنت مع التحكيم المصري قلبا وقالبا. لا، على التجربه يعني ان احنا نجيب خبير اجنبي. انا قلت هيجي بقى خبير اجنبي، يجي خبير مصري، خبير عربي، خبير افريقي، في الاخر احنا محتاجين ناس محترفه تشتغل التحكيم المصري بدون اي غرض. تمام. لان احنا جربنا الهوايه، احنا على فكره جربنا الفتره اللي فاتت دي كلها رجائي، ان احنا ازاي ان الناس تبقى عندها وظيفه وتبقى عضو لجنه حكام او رئيس لجنه حكام عنده وظيفه ثانيه، وده فشل ذريع، وده مش موجود في اي حته في العالم الا في مصر. يا وظيفه تانية يعني، عشان بس يعني هو يكون مثلا دكتور وظيفه تانية غير او محامي. احنا محتاجين نبقى زي بس ده بيحصل الجزائر. بيحصل يا كابتن جهاد يعني؟ اتفضل. يعني بنشوف حكام يعني معروفين يقول لك والله ده اصلا كان مدرس، او اصلا مش عارف دكتور، او اصلا محاسب. دول حكام يا استاذ رجاء، انا بتكلم على لجان الحكام. بتكلم على اللجان. تمام. لجنة الحكام في كل حتة في العالم دلوقتي حاليا لجنة محترفة بالكامل. تمام. يعني ما فيش لجنة موجودة في لجنة هاوية، ما فيش معادش موجود، يعني في قطر لجنة محترفة بالكامل، في الإمارات لجنة محترفة. تمام. في الجزائر حاليا جمال حمودي بلجنته محترفة. حلو. يعني محترفة، يعني ما عندوش شغل تاني لتحكيم 24 متفرغ. التحكيم المصري محتاج لجنة محترفة. الناس دي ما عندهاش شغل للتحكيم وبس، احنا ما عملناش ده في مصر نهائي على فكرة. جبنا خبير اجنبي ومعاه ناس مش محترفين برضه، خلي بالك اللي موجودين اعضاء لجنه الحكام اللي موجوده كلهم عندهم شغلهم غير التحكيم. وده على فكره مش هيصب في صالح التحكيم المصري، انا بتكلم على الصالح العام والمصلحه العامه، ان الاتحاد المصري لكره القدم الاختيار اللي جاي لازم على فكره لائحه لجنه الحكام 5. مش محتاج اكثر من 5، بس 5 محترفين، 5 قاعدين للتحكيم المصري ليل نهار يشتغلوا التحكيم المصري عشان نبني، لان احنا لما التجربه دي عملناها وبدات بيها 13 14 اسبوع ما اضافتش جديد التحكيم المصري. هو ده اللي كان حصل خلاف بعد كده. ممكن اسال سؤال يعني شويه؟ كره القدم قعدوا الاجتماع العصبي اللي انت بتتكلم فيه ده كان سبب نهايه المشوار مع مارك كلاتنبرج. طب ممكن اسال سؤال خبيث شويه يا استاذ جهاد؟ اتفضل. على اي اساس، ايه هي المعايير اللي اتحاد الكوره قال والله احنا هنستقدم خبير تحكيمي من بره عشان يتولى مسؤولية التطوير؟ ايه هي المعايير اللي احنا حطيناها في اللجنة علشان بناء عليها نستخدم الخبير التحكيمي يا كابتن جهاد؟ هو المعيار الاساسي اللي كان الاتحاد الكرة اتكلم فيه ان احنا محتاجين خبير مش مصري، عنصر فقط اجنبي يجي على التحكيم المصري، وبالتالي هيبقى متجرد من كل الضغوط اللي ممكن تبقى موجوده داخل الدوري المصري، وبالتالي ممكن يطور التحكيم باريحيه عن اي حد مصري. ده كان وجهه نظر اتحاد الكره في الوقت اللي تم فيه اختيار الخبير الاجنبي. يعني كونه حد اجنبي ده يديله ان هو خد كده كارت بلانش ان هو يقود يعني منظومه يعني التحكيم المصري. الحكم الاجنبي لما يجي لك مصر بياخد 50% بنسبه نجاح قبل ما يجي لك، ده باسمه اجنبي. أوكي. وبالتالي حتى لو اخطا هتستحمل خطاه غير الحكم المصري. نفس الكلام الخبير الاجنبي اللي جاي عشان يدير التحكيم بياخد برضه 50% اريحيه مع كل الانديه، مع كل المسؤولين. الراجل ده جاي ما يعرفش حاجه وما يعرفش حد، هو جاي يدير التحكيم المصري. طبعا. هو كان المسؤولين بصوا من المنظور ده ان ممكن الراجل ده بنسبه 50% نجاح هيضيف عليها بقى الشغل اللي هيشتغله عشان يوصل النجاح اللي كل الناس كانت مستنياه او كل الناس كانت متوقعه. حلو. ده ما حصلش على ارض الواقع، وبالتالي احنا بنتكلم دلوقتي في ازمه في التحكيم المصري لازم تحل. يعني رجعنا تاني لمربع صفر. الناس اللي موجوده في التحكيم المصري لازم يا استاذ رجائي الناس تفكر باحترافيه في التحكيم المصري. بمعنى لازم يجي لجنه حكام محترفه تشتغل 24 ساعه للتحكيم المصري. محتاجين شغل كتير عشان التحكيم المصري نحس التطوير فيه. التطوير مش كلام او تطوير فيديوهات، التطوير شغل على الارض مع الحكام عشان نحس بـ 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 في الاخر بنتيجه ايجابيه على التحكيم المصري. يعني كابتن جهاد لو انا عايز اقول في الدوري المحلي في تحكيم الناس هتعدي اسبوع واثنين وثلاثه واربعه من غير مشاكل. المردود ده هتلاقي اوتوماتيك هتلاقي فيه حكام مصريين موجودين في المحافل الدوليه، هنوصل نرجع تاني زي ما كنا بنفكر
نرجع حكم مصر كاس العالم. ده هيحصل بالخطوات دي، هناخدها باحترافيه خطوه خطوه عشان نوصل للتحكيم المصري يرجع تاني للمحافل الدوليه. طيب كابتن جاد، حضرتك لو قلنا كده روشته ليه، وحضرتك طبعا بصفتك خبير تحكيمي مصري يعني ليك باع في التحكيم، لو عايزين روشته لاصلاح التحكيم المصري، بتقول فقط موضوع التفرغ الاحترافيه من قبل الحكام المصريين عشان يديروا منظومه التحكيم المصري، بتكلم على المنظومه نفس رقم واحد، رقم اتنين تطوير الحكام المصريين، وانا قصدي هنا بالتطوير ان احنا نشوف الحكام المصريين في كاس العالم على الاقل. ده حقيقة. فحضرتك فقط موضوع ان احنا نجيب خبراء التحكيم او اللي ماسكين لجنه التحكيم يكونوا فقط متفرغين، هو ده فقط اللي هينهض بالتحكيم المصري من العصره بتاعته؟ لا مش فقط. دي بدايه الاختيار، يعني الاختيار نحسن الاختيار الاول. نختار الاشخاص المناسبين عشان يديروا المنظومه. نديهم الامكانيات اللي تم اتاحتها للحكم للخبير الاجنبي عشان ينجحوا ايا كان بقى مصري او غير مصري اللي جاي. تاني حاجه، انت لو عايز تجيب خبير بقى اجنبي، هات خبير اجنبي يدي محاضرات وكورسات ويسافر، مفيش مشكله، هو بيجي بقى يدي خبراته مع اللجنه اللي موجوده ويسافر. خبير اجنبي مش محتاج، يعني مارك ده كنت محتاجه يجي يدي محاضرات ويمشي. بعد كده ممكن يجيب بوساكا من الاتحاد الدولي يدي محاضرات ويمشي. وبعد كده ممكن تجيب حد خبير مينما تاني. الحاجات دي بتحصل على كورسات ومحاضرات. غير كده الشغل على الارض يومي يومي في التحكيم. احنا عندنا، هديك مثال بسيط خالص يا استاذ رجائي، عندك في الاتحاد الجزائري اختاروا جمال حيمودي رئيس لجنه حكام، راجل دولي لكاس عالم، وجابوا معاه خبير تطوير مش مقيم بيجي له كورسات اللي هو كيم لي شونج، راجل مشهور في التطوير في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وبالتالي جابوا حد ما مش موجود طول الوقت بس في الاخر يضيف لك في عنصر التطوير، وفي نفس الوقت موجود لجنه محترفه موجوده، جمال موجود معاه، مجموعه محترفه قاعدين، كابتن ناجي جويني في قطر نفس الكلام، مجموعه محترفه شغلهم كله التحكيم، 15 سنه في قطر، عمل طقم تحكيم قطري كامل في كاس العالم، هيستمر الكاس العالم اللي جاي واللي بعده واللي بعده، قطر موجوده في كاس العالم بطقم تحكيم كامل. الكلام ده ما جاش في يوم وليله يا استاذ رجائي، الكلام ده جه سنين شغل وتعب. اشكرك والله، يعني انا اشكرك على الجمله دي يا كابتن جهاد، وبالتالي بتلاقي النتيجه في الاخر على الارض. انا بشكرك على الفضل. احنا لازم نبدا الجمله دي وناخد خطوه ايجابيه ان احنا التخطيط. نبدا التخطيط 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 باحترافيه من بدايه لجنه الحكام، لازم تشتغل على الارض باحترافيه. يعني اشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريش الخبير التحكيمي. طبعا حضرتك اثرت حاجه مهمه جدا يا جماعه، ما فيش حاجه بتفشل لو وراها ناس بتقعد تفكر استراتيجيكلي، استراتيجيا. لو الناس بتفكر ان هي بعد 5 سنين 10 سنين عايزه تشوف الايه هيوصل لايه، هينجحوا قطعا، هينجحوا.